الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وبعد توقفنا قبل المغرب على سورة الماعون يقول الله تبارك وتعالى أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. يقول الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات ذاما لمن ترك حقوقه وحقوق عباده أرأيت الذي يكذب بالدين، أي هل ترى ذلك الذي الرجل الذي يكذب بالبعث والجزاء فلا يؤمن بالله سبحانه وتعالى ولا يؤمن بما جاءت به البشر به الرسل، فما هي صفاته؟ هذا الذي كذب بالرسل وكذب بموعود الله فإن من صفاته أنه يدع اليتيم، أي يدفعه بعنف وشدة ولا يرحمه ولا يرجو برحمته ثوابا ولا يخشى بقسوته على ذلك اليتيم عقابا. وبهذا نعلم يا أحبة أن من كذب بالله وكذب بالرسل فإنه من أقسى الخلق قلوبا، من أقسى الخلق قلوبا، كيف لا يكون كذلك وهو قد تولى وقد سيطر الكبر على نفسه؟ لأنه ما من شخص يكذب الله ورسوله إلا استكبارا من نفسه، فالآيات واضحة والدلائل ساطعة على توحيد الله وعلى صدق الرسل. فلأجل ذلك كان المكذب لله تعالى ولرسله من أقسى الخلق قلوبا، ولأجل ذلك صدر الله سبحانه وتعالى لما أراد أن يبين بعض الصفات السيئة صدر ذلك بأنه من الذي يمتلك تلك الصفات هو الذي يكذب بماذا؟ بالبعث والجزاء، والمقصود أنه يكذب بالله ويكذب برسوله صلى الله عليه وسلم، النتيجة أنه كذلك يكذب بالبعث والجزاء. فذلك الذي يدع اليتيم، أي يدفعه بعنف وشدة ولا يرحمه ولا يعطف عليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطف على اليتامى ويرحمهم ويمسح على رؤوسهم، فقال أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. فالرحمة باليتيم من صفات عباد الله الصالحين. ثم قال ولا يحض، أي ولا يحض غيره ولا يأمر غيره ولا يرغب غيره على طعام المسكين. وهذا يعني من جميل بلاغة القرآن أن الله سبحانه وتعالى قال أنه لا يأمر بماذا؟ ها، بإطعام المسكين. إذن هو من باب أولى ماذا؟ هو لا يطعم المسكين من نفسه. الله سبحانه وتعالى لم يذكر أنه لم يطعم المسكين، ولكن قال ها ولا يحض على طعام المسكين، أي لا يأمر بإطعام المساكين والتصدق عليهم، فهو من باب أولى كذلك. فقد اجتمع فيه شران،
أنه لا يتصدق ولا يطعم المساكين، وكذلك ها لا يحض غيره على إطعام المسكين، بل يأمرهم بماذا؟ ها بطرده وإبعاده وعدم الرحمة عليه، لأن قلبه قد قسى. ثم قال الله تعالى: فويل للمصلين، أي عذاب شديد للمصلين الذين يلتزمون ها إقامة الصلاة وهم عن صلاتهم ساهون، وهم عن صلاتهم ساهون. والمقصود بالسهو ها هنا ثلاثة صور، هذا وعيد شديد من الله سبحانه وتعالى على من يكون عن صلاته ساهيا، وهؤلاء الساهون هم التاركون للصلاة أصلا، فويل له، عذاب شديد له. بل إن من ترك الصلاة عمدا فإنه ماذا؟ يخرج عن دائرة الإسلام. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. والصورة الثانية: الذي يؤخر الصلاة عن وقتها، الذي يؤخر الصلاة ماذا؟ عن وقتها، فويل له. والصورة الثالثة: الذي لا يقيم الصلاة حق الإقامة بأن يأتي بأركانها وشروطها وواجباتها تامة، وإنما ينقرها نقرا. فهذا كله يدخل في هذا الوعيد، عافانا الله وإياكم. ثم قال: الذين هم يراءون، أي أنهم الأعمال التي يعملونها يطلبون بها ثناء الناس ومدحتهم، لا يطلبون وجه الله سبحانه وتعالى. والعمل إذا كان القصد منه طلب مدحة الناس وطلب الثناء فهذا يعد شركا والعياذ بالله. يعني من يريد أن يصلي حتى يقول الناس ما شاء الله ويصلي فهذا من الرياء ومن الشرك، فيكون عملك محبط بهذه الصورة. ولأجل ذلك يقول العلماء: لا يمكن أن يتصور هذا الأمر من مسلم، أن يقوم فيزين صلاته لأجل أن شخص ينظر إليه، يقوم يصلي لأجل فلان. هذا من الأمور الخطيرة، فالمسلم يخلص العمل لله سبحانه وتعالى. ثم قال: ويمنعون الماعون، أي يمنعون إعطاء الأشياء التي لا يحتاجون إليها أو إعطاؤها لا يضرهم، كالهبة، ها كإعطاء مثلا يعني إنسان تعطيه آلة لا تستخدمها، أو أنه إذا مثلا أراد أن تعينه فيطلب سيارتك حتى يذهب بها مشوار ثم يأتي، أو يطلب إناء منك، فإن المؤمن نفسه سمحة كريمة لا يمنع ماذا الإعانة. بل إن من صفات المسلمين أنهم يعينون غيرهم ويتبرعون ويقدمون لأجل أن يتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى. ففي هذه السورة الحث على إكرام اليتيم والمساكين والأمر بذلك ومراعاة الصلاة والمحافظة عليها وعلى الإخلاص فيها،
وفي جميع الأعمال. لأجل ذلك من حافظ على هذه الأشياء بأن يكون محافظا على الصلاة، مؤديا للحقوق، راعيا للمحتاجين من اليتامى والمساكين، مخلصا عمله لله سبحانه وتعالى، فإن ذلك من أكبر أسباب صلاح القلوب. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم ذلك. The Sheikh, hafidhahullah, he said that we stopped last time at Surah Al-Ma'un. So we will take the tafsir of that surah now. Allah Ta'ala said, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ara'ayta alladhi yukadhibu bid-deen. Have you seen the one who denies the recompense? For that is the one who drives away the orphan and does not encourage the feeding of the poor. So woe to those who pray. فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ. The ones who pray but they are heedless of their prayer, who show off, and they withhold al-ma'un, they don't give al-ma'un, which is simple assistance. The Shaykh hafidhahullah, that Allah here in this surah is reprehending and blaming the one who leaves behind and doesn't fulfill the rights of Allah nor the rights of his creation. Allah says, have you seen the one who denies the recompense? The recompense as in people's actions, people being rewarded for them, whether it's being rewarded good for their good deeds or being recompensed with bad for their evil deeds. Have you seen the one who denies the recompense? As in the one who denies resurrection. He denies resurrection and reward. So he doesn't believe in Allah and he doesn't believe in what the messengers came with. Allah Ta'ala said, that is the one who drives away the orphan. That is the one who drives away the orphan. Meaning, he pushes him away. And when the orphan comes to him, he pushes him away severely. He pushes him away hard and firmly with no mercy because of the hardness of his heart. And he doesn't hope for any reward in terms of treating the orphan well. He doesn't think that he can get any kind of reward and hope for any reward from Allah for treating the orphan well. And he doesn't fear any punishment from Allah for treating the orphan poorly. And we can understand from this that whoever disbelieves in Allah and His messengers, then this person will be from the hardest of the creation in terms of their heart. They will have the hardest hearts of all of the creation. The worst hearts in which there is no softness, just hardness. And the Shaykh Hafidhullah said that this person who has these characteristics, he has let his pride control him. He has let his pride take over him because no one disbelieves in Allah and his messengers except due to his pride and his arrogance and his sense of self-importance. This is the only reason that causes anyone to disbelieve in Allah. If someone disbelieves in Allah, it's because they have pride and arrogance. Because the signs of Allah are clear and many, and the messengers are clear, the messages of the Tawheed of Allah and the signs of Allah's Tawheed. So the person who denies Allah and His messengers and doesn't believe in them is from the hardest of hearts. So when Allah wanted to talk about some of the worst qualities and characteristics that belong to some of the creation, Allah started off by identifying this person as the person who doesn't believe in Allah and His messengers. Allah started off the surah by saying, have you seen the one who denies and disbelieves in ad-deen, the recompense? So this person is the person who has these characteristics
and doesn't believe in Allah and His Messenger, he has no mercy, no compassion, no pity, no gentleness. And how did the Prophet ﷺ used to treat the orphan? The Prophet ﷺ used to have gentleness, and he used to rub and wipe, he used to wipe on the head of the orphan out of affection. Then Allah Ta'ala said, and he does not encourage the feeding of the poor. And from the amazingness of the Quran is Allah is saying something and meaning something else by it as well. He doesn't encourage the feeding of the poor. So because of this, because he doesn't encourage anyone else to feed the poor and needy, it's even more befitting that he doesn't himself feed the poor and the needy. So there's two evils that he's come with now. This person has two evil things. He doesn't feed the poor and the needy, and he doesn't pay any attention to them or care about them, and he doesn't even encourage anyone else to. In fact, he does the opposite. He tells people to kick out the poor and get rid of them and disregard them. Why? Because of the hardness of the heart of the one who disbelieves in ad-deen, who disbelieves in the recompense. Allah Ta'ala said, فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ. As we mentioned, al-wail is a threat, and it is a curse, and it is a severe punishment. For who? Allah said, فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ. So woe to those who pray. Woe to those who keep up with the, woe to those who stick to their prayers. They pray. These people are people who pray the salah. But Allah said, وَلَكِنْ عَنْ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. So woe to those who pray, but they are heedless of their prayer. They don't really pay attention to their prayer. They don't really take it seriously. They waste it. And the Shaykh Hafidhullah mentioned that the specific meaning of this, the one who has sahu, and they're from the sahun when it comes to the prayer, this has three meanings. There's three ways that someone can fit into this category, this evil category of the people who pray. These are not people who don't pray. These are people who pray, but they don't really care. They're heedless when it comes to their prayer. They don't pay attention. What are the three things that make someone fall into this category? First of all, the people who don't pray. So these people are definitely heedless when it comes to their prayer. They leave their prayer. And the Shaykh Hafidhullah mentioned that the person who leaves their prayer intentionally, then this person exits from Islam. And these people who don't pray, they will have a tremendous punishment. And the Prophet ﷺ said that the covenant that is between us and between them, as in the people of disbelief, is the salah, the prayer. So whoever leaves it, then he is disbelieved. So the first category of those who are heedless with their prayer is those who don't pray. The second category is those who pray, but they push the prayer back. And they don't just push it back a little bit, they push it back past its time. They push the salah back and they pray outside of its time. When the time is finished, it's gone. They say, I'll pray in the evening, I'll make up all my prayers. This is the second category of the people who Allah has severely threatened with a tremendous punishment. فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ. So the second category of people who push their prayer back past its time, they don't pray in the right time. Even if they pray every single prayer, they don't pray in the right time. So they're guilty of this. And the third category is the people who pray, but they don't properly pray correctly. They don't establish the prayer correctly. They don't do everything that you need to do when you pray. They don't do it correctly. They don't follow out the actions properly because they just don't pay attention to their prayer. They don't really care. They're not really bothered. They just say, oh, I prayed. Their prayer is not correct. And they don't even know because they're not paying attention. So all of these three categories fit into the people who Allah has said that they have a curse and a severe punishment and threatened them. And then Allah said, الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ. Those who show off. Those who show off. When they worship because they want people's approval and praise. And if this is the case, then this is shirk. This is associating partners with Allah in worship. Whoever seeks to impress people with their acts of worship, this is shirk. And the scholars say that it's unimaginable. It's unimaginable for a Muslim to
pray and to try and impress a human being with that salah, it's unbelievable that a Muslim would try and do this. This is extremely dangerous. The Muslim is the one who carries out his acts of worship with ikhlas. He does it only for Allah. He doesn't try and impress anyone apart from Allah. Allah Ta'ala went on to say, وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ, and they keep and withhold, they keep to themselves simple assistance. Al-ma'un is something simple. It could be just a small thing like a pot or a pan or nail clippers or something very simple that people need. And the person who has it and refuses to give it, he doesn't even need it. It's not going to even bother him. Or just borrow the car or just a little lift or something like that. He doesn't even give the smallest thing. That won't even, he doesn't even really affect him. He just can't be bothered to give things. That's his nature. And the nature of the Muslim is not like this. The Muslim is by his nature generous and helpful. And a characteristic of Muslims is that they try and help one another. They go out of their way to help one another. Why? To please Allah. So what we can benefit from this surah is that we should be people who, we care for the orphan. We care for the orphan. We pray and we're not heedless of our prayers. We maintain our prayers and we make sure that they're correct and we pray in their time and we do our acts of worship sincerely for Allah. And we fulfill the rights of the needy and the poor and we feed the needy and poor and also encourage others to do it. And this is what will correct our hearts. And may Allah Ta'ala give us correct and sound and healthy hearts. بعد ذلك ننتقل إلى سورة الكوثر. يقول الله تبارك وتعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ممتنا عليه إنا أعطيناك الكوثر أي يا محمد إننا وهبناك الكوثر الذي هو الخير الكثير والفضل الغزير والذي من جملته ما يعطيه الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة من النهر الذي يقال له الكوثر ومن الحوض. والنهر هذا صفته أن طوله كما جاء في الأحاديث طوله شهر وعرضه شهر وماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وآنيته كنجوم السماء في كثرتها واستنارتها من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. جعلنا الله وإياكم من واردي وإنه هذا النهر يطرد عنه في يوم القيامة أناس كثيرون فإنهم يأتون إلى هذا النهر ثم يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسقيهم فيطردون فيقال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم أمتي فيقال له لا تدري ماذا أحدثوا بعدك فإن الذين يحدثون في دين الله ويبتدعون في دين الله ولا يعبدون الله كما شرع النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم يطردون عن هذا الحوض ولا يشربون منه. ثم بعد ذلك لما ذكر الله منته أمره بالشكر. الله سبحانه وتعالى إذا أتم الامتنان وأكمله فإن الشكر بعد ذلك واجب على العبد. ولأجل ذلك أمر الله سبحانه وتعالى نبيه بأن يشكره فقال فصل لربك وانحر أي فأكثر من الصلاة
لله سبحانه وتعالى وانحر أي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالنحر والذبح وتوزيع هذه في سبيل الله سبحانه وتعالى وخصها لأنها من أفضل القربات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى هي الصلاة والنحر والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهاتين العبادتين لأن الصلاة تتضمن خضوع القلب لله سبحانه وتعالى وفي النحر إخراج للمال الذي تحبه النفوس وتشح به الأصل في المال أن الناس يحافظون عليه لا يريدون أن يخرجوه فما يخرج المال ويتصدق به إلا رجل عرف قيمة الشكر لله سبحانه وتعالى على هذه النعمة ومحبة الله سبحانه وتعالى زاحمت محبة المال في قلبه فأبعدت محبة المال في قلبه ولأجل هذا المؤمن يا أحب الموفق يكون المال في يده وليس في قلبه الذي يكون في قلبه محبة الله فتحرك يده بالإنفاق فمن سيطر على قلبه محبة المال فإنه يطغى ويتجبر ويبخل عن إنفاقه في سبيل الله سبحانه وتعالى ثم قال إن شانئك هو الأبتر هذا قدر من الله كوني لا يمكن أن يتخلف أن مبغضك أن الذي يبغض النبي صلى الله عليه وسلم ويذمه ويتنقص منه بأبي وأمي هو صلى الله عليه وسلم أن من يبغض النبي صلى الله عليه وسلم ويذمه ويتنقص منه هو الأبتر أي مقطوع من كل خير مقطوع العمل ذكره يقطع فهذا وعد من الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يتخلف أبدا وأما النبي صلى الله عليه وسلم فهو الكامل حقا الذي له الكمال الممكن في حق المخلوق من رفع الذكر وكثرة الأنصار والأتباع له صلى الله عليه وسلم ولأجل ذلك يا أحبة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لا زال مستمرا كم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في كل يوم وليلة هل انقطع ذكره أبدا لم ينقطع ذكره ولن ينقطع ذكره ما دامت السماوات والأرض وأما الذين ذموه وتنقصوا هل يذكر أحد من كفار قريش أحدا انقطع ذكره خملوا ولأجل ذلك من بديع صنع الله أنه إذا تنقص من النبي صلى الله عليه وسلم في مكان خمل ذكر ذلك المتنقص وكثر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فإن المسلمين ينشطون في التعريف به وفي توزيع الكتب والتعريف به وفي إلقاء المحاضرات والخطب في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم ولأجل ذلك قلبك لا يتعب هذا وعد من الله عز وجل كل ذام ومنتقص للنبي صلى الله عليه وسلم فهو مقطوع عن كل خير ذكره مخمول ومن كان كذلك فإنه لن يعيش في راحة في هذه الدنيا سيعذب في الدنيا في قلبه وفي حاله ويوم القيامة له العذاب الشديد ولأجل ذلك يا أحبة كل من تنقص النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحياة الدنيا فإنه يموت موتة شنيعة والعياذ بالله والتاريخ شاهد على ذلك